الفصائل يمثل درس الثقافة ورئيس جهة الولاية. إذا ستكون له مداخلة في ورقة تعطيلية حول موضوع تأطير ورشة القراءة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام أتمان أكملان على سيد الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بدءا ببدء أتوجه بالشكر الجزيل إلى إدارة الأكاديمية الجهوية للطبي والتكوين جهة الرباط سادة قنيطرة التي وجهت لنا الدعوة للحضور والمشاركة في هذه الفعاليات، والشكر كذلك للمديرية الإقليمية رسالة في شخص السيد رئيس المصلحة الشؤون التربوية والسيدة المنسقة الإقليمية للمسابقة، والشكر كذلك للسيد مدير المؤسسة الإعدادية القرة، والشكر للمفتش المشرف على المسابقة تحدي القراءة العربي، والشكر موصول كذلك إلى السيد رئيس جمعية آفاق سلا، و الشكر إلى كافة الحضور الكريم الذين شرفونا بهذا الحضور وتكبدوا على التنقل والمجيء من كل فج عميق ليشهدوا معنا هذا الحدث الثقافي الهام، وهو يعني المسابقة تحدي القراءة العربي اللي تعد يعني مسابقة أكبر مسابقة على مستوى العربي. فكما يعني تعلمون كنز هذه الأمة وثروتها هم التلاميذ والتلميذات أو الطلبة والطالبات، وهذا الكنز وهذه الثروة التي توفر عليها بلدنا ولله الحمد هذا المال لا مادي، لابد لنا أن نقوم بتأطيره وأن نقوم يعني بتكوينه حتى نصل به إلى يعني إلى أعلى الدرجات. ولله الحمد نحن هذه المسابقة الدولية هي مناسبة من أجل يعني ترسيخ وإعادة للمبدأ القرآن الخالد، اقرأ دوره ومكانته داخل النشر. ولعل من بين أهداف هذه المسابقة هو غرس حب القراءة لدى الناشئة، وهذا الغرس وهذا الحب لهذه القراءة لا يتأتى اعتباطا ويعني بدون اشتغال وبدون العمل، ولكن يتطلب مجهود كبير حتى يتسنى لهؤلاء الأطفال أو هؤلاء يعني المشاركين في هذه المسابقة أن يصلوا إلى المراتب المتقدمة من هذه المسابقة. فكما تلاحظون المديرية الإقليمية لسادة المقيم الورشة القراءة الإقليمية وجانبها كاين هناك مجموعة من الجوازات السفر أو جواز التحدي. هذه الجوازات التحدي ماذا تعني وما هي دلالتها؟ لعل يعني الأستاذ المشرف نذكر يعني هذه الجوازات التحدي ماذا يعني تنقصد بها من خلال المسابقة هذه؟ أن المسابقة مطلوب من المشارك أن يقرأ 50 كتابا، وهذه 50 كتاب ماشي يعني يتم قراءتها يعني بشكل يعني متسلسل، لكن هناك مراحل لا بد أن يمر منها المشرف على المسابقة. أن هناك 5 ألوان، اللون الأول أو الجواز الأول اللي هو الجواز الأحمر، ثم الجواز الثاني اللي هو الجواز الأخضر، ثم الجواز الثالث اللي هو الأزرق، فالجواز الفضي، وأخيرا الجواز الذهبي. فهذه الجوازات تضم كل جواز يضم 10 صفحات، كل صفحة من هذا الجواز تحمل رقم تأشيرة رقم 1، تأشيرة رقم 2، تأشيرة رقم 3، إلى بلوغ يعني 10 تأشيرات. المطلوب من التلميذ والتلميذة أن يقوم بقراءة 10 كتب كما قال الأستاذ، كتب متنوعة يعني في كافة التخصصات. كل يعني كتاب مطلوب منه أن يلخصه بتركيز كما ذكرنا الأستاذ المفتش، يعني يبقى تلك المعايير المحددة. فحينما ينتهي التلميذ والتلميذة من تحديد تلخيصات لكل كتاب لكل تأشيرة، يسلم الأستاذ يسلم جواز للمشرف على المؤسسة، ثم ينتقل إلى الجواز الثاني اللي هو الجواز الأخضر، ثم الجواز الأزرق الفضي، إلى يعني الجواز النهائي اللي هو يعني التالي. فهذه العملية هي مهمة
ويعني أساسية في يعني في المسابقة اللي يعني اللي إحنا بصدد ديالها. أنا حددت يعني المهارات اللي ينبغي أو البريم اللي يمكننا نشتغلوا عليه في هذا الورشة هذا الأستاذ يعني لا داعي لنا نعود نكررها. يعني باختصار هي المهارات اللغوية اللي ذكر الأستاذ ديال استيعاب المقروء أو عرض الكتاب بالتفصيل وتحديد محاور الكتاب الأساسية والأفكار الأساسية للكتاب وتحديد العناوين الأخرى للكتاب والدروس المستفادة من الكتاب وربطها بالواقع وتحديد الغرض الكاتب من كتابة الكتاب هذا وما هي الرسائل التي يريد الكاتب إيصالها إلى القارئ. ثم التحدث والتواصل يعني لعلنا في الورشة إن شاء الله غادي نشوفوا البريم يعني النقاط أو التنقيط هي كل مرحلة من هذه المراحل شنو نعطيوها يعني النقطة اللي نعطيوها في كافة المستويات لأنه مستوى مثلا من واحد إلى جوج أو باختصار يعني مرحلة ابتدائي ومرحلة إعدادي ثم مرحلة ثانوي تأهيلي. ثم القراءة الوظيفية أي القراءة الناقدة كما أشار الأستاذ. ثم النقطة الرابعة وهي تنوع المعارف تنوع في القراءة واستيعاب المادة المقروءة وأمور تقنية للكتاب دار النشر التي طبعت الكتاب السنة التي طبعت بها طبع بها الكتاب ثم صاحب الكتاب بذاته يعني هذا جانب. ثم هناك استراتيجيات اشتغال بالورشات لأن كما هو معلوم الطريقة التقليدية التي كانت في تنظيم الورشات القرائية كنا يعني نقوم بتوزيع يعني بجمع مجموعة من التلاميذ أو الأطفال يعني داخل قسم أو داخل جمعية أو أي فضاء معين ونقوم بتوزيع مجموعة من القصص على هؤلاء الأطفال ونطلب من هؤلاء الأطفال قراءة هذه القصة في واحد المدة 10 دقائق أو 15 دقيقة ثم من بعد ذلك نأمرهم بكتابة تلخيص ثم من بعد ذلك نطلب منهم قراءة تلك التلخيص وانتهى الأمر. وهذه الطريقة أصبحت متجاوزة في تنظيم الورشات القرائية. اليوم أصبح التحدي القراءة يعني أكبر من ذلك يعني لا بد لنا أن نعلم ونعرف ما هي الغاية من تنظيم تلك الورشة وما هي الهدف التي يضعها المؤطر ويضع المشرف على تلك الورشة من أجل أن تنظيم ورشة من أجل ورشة نشاط من أجل نشاط أصبح يعني مسألة يعني متجاوزة اليوم. لا بد أن نضع أهدافا ومن بعد ما ننتهي من تلك الورشة نقيم تلك الأهداف واش استطعنا نصل لها ولا لا. إلا ما استطعناش نصل إلى هناك خلل في إنزال أو تطبيق تلك الورشة ولعل هذه الأهداف التي يعني أشار إليها المشرف السيد المفتيش معايا عميقة يعني نقاط أساسية لو أن المشرف على تنظيم الورشة ركز عليها بواحد الشكل أساسي سوف يصل إلى الغاية والمبتغى ونحقق جميعا الفكرة الأساسية التي جاء بها سواء جاء بها المسابقة أو غير المسابقة بشكل عام لأننا نحن نشتغل على طول السنة على طول العام على مبدأ ترسيخ مفهوم القراءة تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو القراءة يعني غرسها لدى الأطفال أو لدى التلاميذ. هذه جت مناسبة بما يعني ذكرنا المسابقة باش أننا نشتغلوا ونزيدوا نرسخوا هذه المبدأات. فبالتالي كما قلت الأهداف هي ضرورية وأساسية لتحقيق هذه النتيجة وحتى لا أطول يعني لأن العمل سيكون بالورشة أكثر من حلقة العرض أعطي يعني الفرصة للصديق يعني باش أنه يزيد الصرف في الأمر. عندي يعني أنا هناك بعد ما أحاول أخرى ولكن لما نعود أكثر وشكرا جزيلا لشكرا على انتباهكم.